السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله أحباب الله، وضوحت الحلقة عن رؤية تبين تنافس المقربين من مهد المنتظر وتبيان دولتين عربيتين مما يتنافسون على أن يكونوا من المقربين، يعني أكثر شعبهم راح يكونوا من أصحاب المهدي عليه السلام. أحد الأحباب بقرب الله قال: رجاء أستاذ أن تؤول لي هذه الرؤية، أنا جزائرية مغتربة، قبل 5 أشهر رأيتك أني واقف في مكان لسباق العدو الجري، يعني فإذا مجموعة كبيرة من العدائون بدأوا بالسباق وهم رجال شباب من الجزائر، وكأنهم عاملين صف ويزور في عرض كل فرد منهم ملفوف على بالجزائر، وفي الصف الآخر نفر حوالي 3 أو 4 أشخاص فقط من يحمل في عرضه علم المملكة العربية السعودية، فإذا به كأنه وقع في نفسي أو أتاني إخبار أن هؤلاء من أنصار أو أصحاب الإمام المهدي المنتظر، وأنه قد خرج وكانوا سيلحقون به ولازموه. سباق العدو الجري، كثير منهم من الجزائر وثلاث أو أربع أشخاص من السعودية، هذا بتدل على أكثر أنصار المهدي راح يكون من الجزائر، وراح يكون برضو جزء منهم من السعودية، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.